هنستكمل اليوم الحلقة الأخيرة في فهم سيكولوجية العقلية العسكرية والأفكار المعيقة لاستقرار المجتمعات. هذه سلسلة طويلة اليوم، بدأنا بالعقلية العسكرية، هنستأنف بعد كده العقلية الإسلامية ثم العقلية الاشتراكية. هي الآن الأزمة في العالم العربي، أفكار تتصارع تتطاحن ولا تجليات كثيرة. العقلية العسكرية أهم نقطة خامسة في فهم فلسفة أو نفسية العقلية العسكرية أنها تعتبر أن المعركة فرصة، الفرصة الآن والآن فقط. فالتعاطي الآن مثلا أن دخلين في معركة، هناك فرصة أن تهجم على العدو، فرصة أن تقتنص منه أسرى، فرصة أن تدمر خطوط الدفاع الجوي، تدمر خطوط المشاة. انتقال هذه العقلية العسكرية تقيم على الفرص وعلى الغنيمة وعلى السرعة في الحركة، هذا أمر رائع جدا في قواتنا المسلحة وعظيم، ونسأل يعني عظيم ربنا يحفظ هذا الجيش بهذه القدرة ضد الأعداء في هذه الأمة. لكن انتقال هذه العقلية الفرصة والغنيمة والمكسب، انتقال بعد الفضاء المدني والتعامل مع المدنيين باقتناص الفرص واقتناص المكاسب أمر معيق للمجتمع، لا يخدم الجيش ولا يخدم المجتمع. فإذا يعني انتقال الحالة العسكرية وهذه الأفكار الفرصة والحركة السريعة واغتنام المكاسب بهذا الشكل، انتقال هذه العقلية إلى الحالة المدنية مربك لمربك للشأن العسكري، وأيضا يعمل الطرف كبير جدا في الشأن المدني. فالسيكولوجية القائمة على الاقتناص وعلى الحركة السريعة كلها تسبب إشكاليات كبيرة ومعيقة لهذا الأمر. أيضا عندنا التفكير العسكري دائما يميل للتفكير الشمولي، هو راجل داخل معركة عاوز يأمن خط الإمداد وخط التموين وتعيين الجيش وخط الذخيرة والإبرار الجوي، فهو من حقه أن يمتلك الأدوات عشان بيحارب في معركة. فعندما ينتقل بالفكرة الشمولية إلى فكرة الشمولية أنه يكون مهيمن على كل كيان الدولة الاقتصادي والإعلامي والسياسي، هذا أمر معيق جدا. من حقك أنك في جيشك أنك تمتلك كل قواتك وكل مصانعك وكل ذخيرتك وكل أسلحتك، لكن انتقال هذا العقل الشمولي الذي يقتنص الفرص ويسعى إليها وانتقاله للفضاء المدني والحياة المدنية أمر مربك جدا. يعني أنا أفضل لجيش يكون منشغل بالتسليح والتدريب عن مثلا الدخل القومي، عن أزمة إعلامية، عن أزمة مع أخواننا الأقباط، عن أزمة في البترول، عن أزمة في السولار. أعتقد أي جيش يتورط في هذا الأمر لن يبقى على متماسكا ولن يفيد المجتمع. فالنقطة الأخيرة نختم بها اليوم أن التفكير الشمولي في داخل المؤسسة العسكرية رائع في إدارة الشأن العسكري، لكنه مربك ويعني يسبب اضطرابات جدا في إدارة الشأن المدني. العلاقة بقى ترتيب الشأن المدني العسكري يعني نفتح في حوار نتكلم فيه، لكن فكرة الهيمنة على الشأن المدني وأيضا مع الشأن العسكري أعتقد يعني أبو بالين كذاب، جمع كل الأمور في بوتقة واحدة أمر صعب جدا. أتمنى هذه الحلقة تكون عملنا إضاءات تساعدنا في خروج مصر من الشقاق إلى الوئام والوفاق، أن يعود كل إلى مكانه وأن يستأنف المجتمع عافيته. الجيش الوطني العظيم يخدم على الحدود والمجتمع يتحرك أن يجيب مع مشاكله ويحل مشاكله بعيدا عن استدعاء العقلية العسكرية وإدخالها وطورتها في الشأن المدني.